السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفيديو مختلف شويه بحال ديما، فيديو على حساب الناس اللي كتجيهم الكحه والصدر ديالهم مخرشش. كنعرفوا بان هذا الوقت هذا كل شيء كيعاني من الرواح او نزلات البرد ولا الزكام ولا شنو. ايوا، واليوم ان شاء الله راني جربت واحد الوصفه مزيانه ديال الام ديالي، كانت كديرها لينا وطبيعيه ومزيانه احسن من السيرو لونتيبيوتيك. واليوم انا قلت غادي نتشارك معكم هذه الوصفه، هذه سهله مزيانه وما غاليهش بحال ديما. دائما تنقول لكم غادي نجيب لكم شي حاجه اللي تكون رخيصه والمفعول ديالها قوي بزاف. هذه الوصفه هذه مناش كتكون؟ كتكون من انتم كتشوفوا، كنشدو شي حاجه هكا اللي كتحمل الحراره. انا درت هاد الطويجين هذا ديال التراب، ها انتوما، وغادي ديروا فيه زيت البلديه، يعني زيت العود، زيت الزيتون، مقدار نص كاس. الكاس باش غادي تعبروا، انا نوريه، ها هو الكاس باش غادي تعبروا، شفتوه؟ من بعد غادي ديروا الزيت حتى تسخن. صافي، غادي ديروا الزيت تسخن كما قلت لكم، زيت الزيتون غادي ديروها تسخن في شي طويجين ديال التراب ولا مقيله الا ما عندكش ولا كاسرونه. وغادي تقطعي فيها الثومه غير فص ويكون كبير ديال الثومه، ها هي مقطعه. كما قلت لكم الثومه الا درتو مثلا جوج شريحات غادي ديروا جوج ثومات. الشريحه ها هي، شفتوها الشريحه كتقطع كتدخلي فيها بالموس بحال هكا، وكديريها في هذيك الزيت السخونه وكديري الثومه. من بعد شنو كديري؟ كتخلي هذا الشيء كتولي فيه واحد الريحه زوينه ما خيباش، يعني الشريحه راه يعني المفعول ديالها راه باين، الفوائد ديالها راه مكتارين، والثومه ما نهضروش عليها، يعني هذا الشيء مسائل طبيعيه احسن من الدواء ديال الفرماسيين. ها انتم كتشوفوا ملي كديروا كتشدوها بالليل كتشربوا معلقه وكتنقصوا، واللي يقدر يديرها جوج المرات كما قلت لكم، اللي يقدر يديرها جوج المرات يديرها، راه هي مزيانه، يعني مره ملي يفيق ومره ملي ينعس. كما قلت لكم هذه كتصلح للسؤال الجاف والسؤال يعني اللي تابعه دوك الخنقه وهذوك. كما قلت لكم هذه وصفه ديال الام ديالي، راه كديرها وصراحه راها مزيانه بزاف، تغنيكم على الدواء ديال الفرماسيانات. كما كتعرفوا الدواء ديال الفرماسيان راه على الدماغ يكونوا فيه كيماويات بطبيعه الحال، راه ما واحد يصاوب شي حاجه الراس وبحال هكا، راه من الاحسن المكونات. كما قالت ماما لو لقيتوا شي طويجين ديال التراب بحال هذا يكون من الاحسن صوبوها في شي حاجه ديال التراب. ما لقيتوش غادي ديروا مقيله كما قلت لكم ولا كاسرونه. عندك جوج شريحات، جوج ريوز ديال الثومه، نص كاس ديال الزيت الابار، غادي تعبروا بها. كما قالت ماما الا كانت الثومه كبيره راه غير جوج بركه، كانت صغيره يديروا ثلاثه. ياك ماما قد الشريحه قد الثومه. هانتوما كتسمعوا وكتجي هكا هكا تتأسل بديك الشريحه، وغادي توليو كتشربوا منها كما قلت لكم معلقه كبيره قبل لا تنعسوا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم، ودعموا القناه وتشجعوني بلي لايك بالبارطاج ديال الفيديو. ما تنسونيش بالدعوات ديالكم ليا والام ديالي اللي عطاتكم هذه الوصفه. شكرا لكم بزاف، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.